بل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم دي حتى عاوزة دقة شوية، لأن شوف النبي لما يقول له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، فإبراهيم ومقام إبراهيم، إبراهيم ذات بشرية ومقامه في الله حقيقة ومعنى. فلو قلت إن إبراهيم كان ذاتا عهد إليها ولولدها إسماعيل أن تطهر القلب وتطهر البيت، عسى أن يخرج الله من سلالتها بيتا آخر، هتجد مقام إبراهيم يعني ذات محمد، لأن محمد هيقول لك أنا دعوة أبي إبراهيم، وإبراهيم بيقول وابعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيبقى مقام إبراهيم هنا يشير إلى أن مقام إبراهيم في حياة إبراهيم كان خفيا على الناس، ولكن مقام إبراهيم يصبح ظاهرا للناس يوم يبرز الله مقام إبراهيم، وقد أبرزه بمحمد عندما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. واتخذوا من بعين الوت، ما قالش واتخذوا، الخاء مكسورة، لأن اتخذوا فعل أمر، إن الناس في عهد إبراهيم ومن عهد إبراهيم إلى محمد ما اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولكن الأمر كان صادرا لهم وهم ذرية إبراهيم أن يتخذوا من مقام إبراهيم يوم يبرز الله مقام إبراهيم، أن يتخذوا من هذا المقام مصلى. طبعا هيتخذوه في حياة إبراهيم معنوي، لكن في حياة محمد، لأن إبراهيم بيت هيرفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أما محمد فبيقول فيه بيت وضع للناس، أنزل الحق على هذه الذات، على هذا البيت، على هذا الإنسان، على هذا القلب. أما الأمر بقى يا بني إسرائيل، بقى يا بني إبراهيم، يا من تؤمنون بإبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبيشرح بقى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيبقى إبراهيم كان بيت معنوي، أما محمد فهو بيت ظاهري ومعنوي في آن واحد. قال لك إن الصلة بهذا البيت وهو مثابة للناس بطوافهم وبركوعهم وبسجودهم. وطبعا هنا عاوزة طبعا الفهم يكون فيه شيء من العمق، إنها ثلاث حركات: عكوف عاكفي، طائفي عاكفي، راكعي ساجدي. يبقى أربع مقامات. مقام في طواف، وطبعا أنا بأديه في الناحية الظاهري بالحركة الظاهرية بتاعت المنسك، إن أنا باجي حوالين البيت ده، واللي بيقول لك تحية هذا البيت الطواف، وتحية المساجد الصلاة، صلاة ركعتين تحية المسجد. لكن في بيت المثابة، بيت الحج، بيت المعنى، أم قال لك تحيته الطواف إنك تلف حوالين البيت. طبعا مش مقصود بالطواف حوالين البيت إلا منسك يحملك على أن تتجول بفكرك حول قضية إبراهيم وحول قضية إسماعيل وحول قضية محمد وحول قضية عيسى، يعني يتجول الفكر ويطوف محاولا كشف الستر عن هذا البيت ليعرف ما هي أسرار القلب الإنسان. فالطواف هنا إشارة لتجوال الفكر.
والعاكفين، يعني اللي ما فكره ينشغل بهذه القضية ويعكف على هذا الانشغال لا ينفصل عنه أبدا، ما يبطلش تفكير فيه، يجعله هواه مشغوليته تفكيره فيعكف عليه. لما يطوف ويعكف يركع، وطبعا الركوع ده حركة ظاهرية اللي هي بتأتيها انت في الركوع بتاع الصلاة، لكن دي بتحمل معنى اخر، معنى دقيق، ان القلب اذا كان فيه معشوقك من الرب وعقلك هو المتجول وهو العاكف على هذا البيت، هتحس ان القديم ما كان الا انسانا، ووجودك المحدث ما هو الا انسان، وان الذي يحل فيك من نور الله ومن نور قلبك ويشرق بك انما هو انسان الله وادم الله وعبد الله ورسول الله. اما الركع اللي هتشير الى ادراك الانسان، لانه انسان ومن قبله من الحقيقه انسان. اما السجود اللي هو الامتثال الكامل من الحاضر للقديم، يعني أنا بعد ما عرفت، لكن معرفتي دي أكبرت فيها القديم، لأن القديم ما زال مرتقيا وبقى أرقى مني بكثير، فأنا سجدت له ووضعت رأسي في التراب وفي الأرض ورفعت قلبي إلى أعلى، وبهذا السجود فقلت سبحان ربي الأعلى. يبقى هذا معنى السجود هنا في الحتة دي.